خير من جديد معكم هلا بفقرة الحرف اليدوية مع في سابا اللي رح تعمل لنا اليوم أفكار حلوة للمطبخ. صباح الخير. صباح النور. كيفك في؟ الحمد لله شو تمام. شو أخبارك؟ تمام. تمام. إيش رح تعمل لنا اليوم؟ اليوم زينة للمطبخ بأدوات إحنا يعني بدل ما نكبها القطاعة بتعرفي في لها مدة لازم بعدين صحيا بتكبيها وبتجيبي واحدة جديدة. فلما تقدم نقدر نرشها ونعمل فيها زينة للمطبخ. منحط فيها برضو الفوط القديمة إذا عنا فوط هيك شوي حلوة أو ملونة بنقدر زي ما إحنا عاملين نرش بورد التقطيع هذا القطاعات ونحط عليها فوط المطبخ ومنعملها زي هيك جيبة. فزي هاي بالضبط بنقدر نحط فيها من هون نزينها طبعا بالماجنت. أنا جايبة هدول المغناطيس بتلزقوا على التلاجات ألوان تلبق. بنحط فيها مثلا معالق أو فوط منه زينة حلوة منه بنقدر نستفيد منها كمان نحط فيها أشياء. أوكي إذا رح نعمل زي هاي. أيوة بالضبط. طيب إذا رح نحتاج ل قطاعة قديمة. قطاعة أوكي. أوكي ورح نحتاج ورح نحتاج فوطة. عرفتي وسيليكون وأي زينة بدنا إياها. هلا الدهان بيرجع لنا يا منرشها يا مندهنها بالوان الاكريليك. طيب. اللون اللي بدنا اياه بس يكون لابق للون فوطه المطبخ. اوكي اوكي يلا. فاذا بدك بنبلش بالدهان. انا هاي مدهونه مرشوشه نبلش بهاي. هلا الرش بزبط والاكريليك بزبط. الاكريليك شوي اسرع بنشف. وبدنا أكتر من طبقة مايس عشان يثبت اللون ويطلع حلو. كم طبقة تقريبا نحتاج؟ تنتين تنتين حسب قدي غامق الخشب اللي عنا. يعني إذا من الخشب الغامق بدها أكتر من طبقتين بس زي هاي فاتحة بدها بس طبقتين. وحتى الحفاف نقدر نحط عليهم شبر. هلأ الزينة بترجع لإلنا بس كتير حلو إذا عندنا من الفواكه البلاستيك نقدر نزين فيها. أوكي. أحسن إشي الأكريليك ولا؟ الأكريليك أحسن. يعني أحسن من الرش لأنه الرش بدك تستني مدة طويلة ليشربوا الخشب. طيب عماد عودة في نورتي وسيرين راضي شكرا لك وزهرة الصباح شكرا ومين عنا كمان عنا رغود سلاوي أفكار كتير حلوة Thank you. شكرا للكل هديل شكرا لك تفاؤل الحياة برضو شكرا رح تدهنيها من الجهتين بدهنها من الجهتين بس هلا رح ندهن جهة واحدة وعندنا واحدة جاهزة. هلا الأطراف زي ما بدنا ندهنها من دهنها وإذا ما بدنا مش ضروري بعطي كمان هيك حلو إذا ما دهناه. يعني هيك نص ساعة هاي بتجهز بعدين بنعمل الطبقة الثانية فوق. أوكي. أوكي هاي خليني أحطها على جنب وأجيب هاي المدهونة والردي أصفر. هلأ إحنا منقص الفوطة اللي عنا حسب قدي الحجم بدنا إياه. أوكي أو حجم كمان اللوح التقطيع اللي عنا. هلا بس بدي اتنيه بطريقه انه تصير زي الجيبه ورح تلزقيه بالسيليكون رح الزقه بالسيليكون. هلا بنقدر نستعمل شيء ثاني المكبس. قديش تقتي للسيليكون والشيء هذا الموضوع
اسمعي، عطلة طويلة كانت، فجد اشتقت لكم أول إشي، واشتقت بعدين لهاي. طب عملتي أشياء من الشغل ولا أخذتي بريك؟ صراحة لأ، بريك فرصة لازم. بريك كان يعني حتى كل حدا كان بيسألني طيب حضرتي إشي للحلقات الجاية؟ أقول لهم لا، مش قادرة أفكر. هو الواحد دائما لازم يأخذ فرصة عشان يرجع يتنشط من أول وجديد، يرجع فرش وبرجع بأفكار حتى جديدة، وبرجع بنفسية غير. طيب وعد غسان بتقول نقدر نلونها بأكتر من لون، كل واحد طبعا بيعمل على كيفه، طبعا بس تكون الألوان زي الفوطة. صح. لين الحلبي شكرا لك. مريم عودة منصبح عليكي. هبة عواجين ان شاء الله في بترد عليكي على الفيسبوك. سلام الرفاعي شكرا. في ناس طالب اشي معين؟ لا لسه ما في طلبات. اوكي، بس اكيد هلا الطلبات بتيجي. مرح خضير بدنا اختراعات للحلق. نعمل اشكال نقدر احنا عملنا اشي على الاكسسوارات، بس نقدر نضلنا هيك بعطونا افكار ونضلنا من نعمل اشياء جديدة. ام عاد فكرة كتير حلوة. في عنا رنا بتحكي انه كتير عملت من الافكار اللي انت عملتيها وطلعوا كتير حلوين. Thank you يا رنا، ان شاء الله تعجبك هالفكرة وتطبقيها كمان. هلأ هون بدي أقص شوي من الفوطة. كمان رح تطوي ولا نقدر ننزلها لتحت؟ لا رح نطويها كمان عشان شو ما حطينا فيها إشي تقيل تستوعب. رح أطويها هيك. هلا بنقدر كمان نجيب بورد كبير او قطعه خشب كبيره ونحط زي بوكيتس اكثر من جيبه. نصغر هاي ونحط اكثر من جيبه، فبزبط برضه بيطلع حلو كثير للمطبخ. اوكي، اسلام بتوش صباح الخير. وآية بتتابعنا من العراق بتقول لك في مبدعه. صباح الخير، صباح الكل، شكرا كثير لكل اللي بيتابعونا. لولو نابسي بتقول من وين الالوان؟ الوان من المكتبه، الوان الاكريليك. اوكي، من المكتبه. والرش كمان في منهم بمحلات مواد البناء. عماد يودا شكرا لك يا عماد، يعني قدرت احكي اسمك. اوكي، هلا انا عم بثبتها منيح عشان شو ما حطينا فيها تقدر تستحمل الثقل. وزي ما قلت لك اذا في ناس عنده المكبس برضه بيقدر يكبسها على لانه القطاعه بتكون خشب. هلا بزبط على قطاعات البلاستيك كمان اذا بالسيليكون طبعا. هيك احنا خلصنا، وهي هيك مبينه من جوا، نقدر نحط فيها اللي بدنا اياه. اوكي، بس بدي ازينها هلا. هدول اللي بيجوا زي ماجنتس على الثلاجه بنحطهم، نقدر نحط وحده هون. طب ايش في افكار ثانيه ممكن نعلق؟ اي شيء ممكن يخطر على بالنا بنقدر نحطه. طبعا بس يكون له علاقه بالمطبخ لانه رح ينحط بالمطبخ. يعني اذا عندنا كمان معالق نقدر نرشهم ونحط مثلا الوان من المعالق برضه بيطلع حلو. هيك احنا خلصنا. كتير سهلة وبسيطة وحلوة وشكلها حلو. اذا بنعمل مثلا ثلاثة بنعلقهم تحت بعض بيطلع شكلهم حلو. هيك خلصت. بنقدر نحط فيها هيك اشياء، ممكن مثلا على الالوان نقدر نلبق. صح طبعا، ما هي اكتر للزينة يعني. صح.
فبنقدر نحط فيها الاشياء اللي بدنا اياها. ايش هاي؟ هاي اللي بتسكر الشيبس او الاكياس المفتوحه. اه اوكي. بس الحلو فيها بتعرفي انه فيها ديت، يعني بتعرفي ايمتى. اختراعات بيخترعوا اشياء للمطبخ. أوكي. حلوه يدوي هذا. شكلك لك على المطبخ كثير. يعني بتشتري الادوات شكلك ما بتطبخ. كل شيء عندي. عرفتي؟ طب هاي يعني نحطها. بدك اياها؟ بدي اياها. وهي ملقط كمان. اوكي هاتي نحط هاي. هي هذا مشروع ملقط. ما بلقط هذا للمعكرون الانجل برضه شكلك تستعملي. طيب زين هذا الشكل الاخير بالضبط. اوكي هدول شو؟ هدول الفوط اللي بنقدر نستعملهم اذا عندنا فوط حلوه. بنقدر نستعملها بدل هدول. وزي ما قلت لك اذا عملنا مثلا اذا جبنا من البورد اصغر بنقدر نحط اكثر من وحده بيطلع شكلهم حلو كمان. بنقدر نحط للاولاد كياس للتشيبس. صح. يعني هيك تفننات افكار حلوه. دائما بتقدمي لنا افكار حلوه فيه. شكرا لك. بتوقع ضل معنا شويه وقت، خليني اقراك شويه في المشاركات. اذا في اي اسئله حابين تسالوا. في عنا روز عم بتقول ممكن افكار لغرف الاطفال للبنات يعني الصغار. عملنا هذيك هذاك الاسبوع عملنا كانت معي دانا. خليها تشوف هالحلقه. نزلوها تقدري تشوفيها على موقع رؤيا. بالضبط. عملنا بوترفلايز من البلاستيك الشفاف، تقدر تعلقهم يا على الحيط يا على المريف. خليها تشوف الحلقه برضه. اوكي. طيب ام امير من فلسطين بتقول لك دائما افكارك في كثير حلوه. ثانك يو. شكرا لك. وهويده بتحب فقراتك كثير. عصمت برضه بدها اساور. نعمل أساور. عملنا كثير بس نعمل، نضلنا نعمل. اوكي. طيب نور يونس بدنا ربطات عنق للملابس وربطات للشعر. اوكي ربطات للشعر عملنا للبنات صغار، كنتي معي صح لما لفحنا. عملنا اشياء حلوه. وزي سكارفز او هيك اشياء برضه. مره كنت معاكي وعملتي هيك افكار حلوه كيف نلف السكارفز. كيف نلف والإشياء. ومرات كمان اظن مرتين عملنا كيف نعمل نزين الشالات. صح. أوكي. بقماش وبستراس. في افكار كثيره بس بنضلنا نجدد. اوكي في كمان مشارك ممكن تعملوا لنا بوكيهات الشوكولاته. بوكيهات الشوكولاتة برضه عملنا. اسمعي احنا عاملين اشياء كثير يعني. خاصة بنرجع نزيد نعيد اذا هيك الموسم. بنقدر بس دائما الافكار ما بتخلص. صح. انه الواحد اذا بده يطلع ايش الموضة وايش في اشياء دائما بتكون في اشياء. للي طلبت بوكيهات عملنا بوكيهات بالكورنيش. ورد كورنيش وحطينا فيه الشوكولاتة جوا. اوكي. فاللي بدها تشوف ان شاء الله هاي ما تكوني عملتيها. اسراء جودة رسم على المرايا. ما عملتي؟ لا ما عملنا. عملنا رسم على البلكسي. على صحون الضيافة. بس على المرايا لا. نعمل. أوكي. نعمل. أوكي. أي شيء بدكم إياه نعمله. طيب في هون عم بيسألوا عن الكبسات، إذا حطيناها ممكن إنه يتمزع البشكير. لا ما بتمزع. لا لا لا. إذا كبسات جنب بعض. لا ما بتمزع. ما رح يصير شيء. أوكي. طيب إذا هيك احنا بنشكرك فيه. شكرا لك. شكرا ماي. نرجع بنشوفك الاسبوع الجاي. دائما افكارك حلوه. ثانك يو. شكرا. ثانك يو.